إخوان السلام عليكم. أولاً بعدا غادي بعدا نبردو على راسنا فهمتي. التورو لوكو شنو هو الريجين بول ولا التور الحمق ولا شنو هي شنو الترجمة ديالها؟ خصني نشوفو دوك هابلا اسبانيولا بيا يعني هذا من ناحية ديال من ديك هابلا اسبانيول هيا هاديك اسبانيا اللي فيها البوليس ولا القحاب لا بوليسيا هادوك لا غارديا سيفيل تيصلخو في الدراري الصغار المغاربة دوك القصيرين شابعين فيهم عصا ولاد القحاب ولكن أنا مثلا نهبل شي اسبانيول خصو نشوف شي واحد تما لي دوك الحقوقية يمكن معندوش الحقوقية يعني عندنا المريقية المريقية أما الحقوقية ديال لي كاين دوك الجمعيات لي كاينين في اسبانيا ديال المغاربة فيهم غير الهضرة غالا كان جات شي لجنة ديال البرلمان جاو ياكلو تيتلقاو ليهم تيقولو ليهم هكا راه هادوك لي خدامين في السفارة تيجيو مع 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 العشرة و تيمشيو مع الوحدة إيوا راه هدا راه هدا هو الفساد ملي تقول ليهم الفساد يقولك اسكت دخل فوق كرك إيوا داكشي علاش ولا يحرشو عليك شي جمعية ديال ولاد القحابة ولاد القحاب لأن هادوك الجمعية فيهم ولاد القحابة قولها وعيدها وأتحمل مسؤوليتها مع المروكي إيوا واش هادو واش دابا واحد هما خدامين هنا في القنصلية يجي مع عشرة يمشي مع الوحدة أو وعلى خير يقول غيمشي يصلي صلاة شنو صلاة دو لابري ميدي إيوا واش بقى حنا بهاد الصالة حنا يعني كاع أو ربي مقالش خصك تا لا ربي قالك ملي يكون عندك الوقت تصلي ماشي تحبس الخدمة ديالك تخدم المواطنين إيوا معنيش مكاينش بعدا أولا جاوني جاتني اليوم رسالة من عندك الشاف شنو هو تا جاتك وانت تا هو جاونا رسالات من عند الشاف تشوميرا تيستعذر قالك اودي اسمحوا لي الى حلينا حنا الى وكلتكم القلاوي فهمتي ايوا كاين بس حنا ديك الساعه كنا في حاله ما عقلينش فهمتي فلهذا ما دينا ما جبنا وقال لي باش نوصل لكم الميساج المشاهدين فينا هما المشاهدين قال لك اودي بانه راه داك اسمه داك قالك تيستعذر على تشويه القلاوي ديال الحولي لان دوك جمعيه ديال الحواله ماشي الحواله الحياه ماشي المغاربه الحواله الحيوان قال لك تا هو تيستعذر لهم قال لهم لا لانه ما دايرهاش هذاك اكسبري لان قالوا لي عاش تشوه بالقلاوي ديال واحد الحولي اللي ميت وثاني قال لك كتب هذيك ثاني قال كتب اسمها هذيك البريه كتب البريه تيستعذر ايوا الحمق لا هاد السيمانه ما كاين غير استعذر لي استعذر لك كتب هذاك اسمه هذيك الجمعيه ديال الرفيق بالحيوان قال لهم ودي هذاك الحولي ماشي المغربي الحيوان الحولي قال لك تذبح بطريقه اسلاميه والموسك الماضي وعطاه اسمه الحنه عطاه لي ياكلها قبل مي يقتلوه قال لك تا هو تيستعذر كاع دوك القوانين هذا كان ماشي مذبوح بغا يدير القلب لا كان مذبوحا على الطريقه الاسلاميه الطريقه الاسلاميه بموسم الماضي وعطاه ديك الماكله ديك الحنه كي مشات الحنه كان قبل ما يموت ايوا يا ولد شفت شوميرا قال لكم تيستعذر بزاف قال لك
قالك هو ما كانش معاه داك اسمو داك المروكي اللي غيترجم ليه. ايوا قالك ما عرفش اش يقول لهم شي لغه اخرى. ايوا قالك قال لهم القلاوي. القلاوي ها هو قال انا ولكن قالك ودي سؤال قالك واحد الناس اللي ريستوراتور من بوردو قالك با باغيين يخدم عندهم ما سامي يدير باش يخدم ديك بوردو لفان لفان. قالك هذاك قالك هذاك لوك القليوات طيب كنت قالك نسمى قال لكم تشربوا مع موتون كادي موتون كاين واحد هذاك كاين واحد الشاب يقول لي موتون شي حاجه قال لكم. فلهذا انا دوز لكم الميساج وانا تيستحضر وقال لكم سمحوا لي الا 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 قلل شنو يقول الحياه ايوا انت ما هو دابا انا تيستحضر كتب البراوات اليوم كاع النهار وتجي يكتب ولا خوتي يفسر ليه فهمتي قال لك ايوا انا ما انا ماشي سوقي فهمتي انا ما كاين قال لي كل كلت فهمتي انا ما كنت مع ديك الساعه هذاك حاجه قول لي مبارك مسعود قول لي مبارك مسعود علاش هاي شتي هاي كوفيد فين عملت الجلبه وعطالو هاد الوريقه شتي معايا حيت ما عرفتش نقرا قال لي يعطيها للمرك يقرا هذه ويفسر لي هاي شتيها عطاني الوريقه هذه قال لك ديها معاك للدار واش دير لي في البار مانيش تشويو ديال البار الدار ولا البار بحال بحال حيد البو دير الدار ولا حيد الدار ديال البار هيك ايا ما عرفتش كتبي فيها ايا غادي نعطيها للمراك يقراها ليا يفسر ليا شنو لا 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 انت باقي صغير ما تجيكش هاد القعده سير سير كمل في نعاسك قد تعلق فين تفلق او دابا حنا نفسر لها ولا خويا كتا هو يمتى غيديرها ولا سوقي نهار هذاك يجيك هذاك هذاك اسمو هذاك الشيء تسيطو في الماكينه هاي سي بالي ولي دوز وكاين كان داكشي منظم هاد الحق تشد السربيس جوج مترو انا خدمت معاهم تقوليب مشيت ربع ساعة قبل وقفت بالباب انا حتى نعرف القوال ديال المغرب ديال $7 جيت الاول تخربيق باش نتقز الكرياش مانيش دخلوني خدو سميتي قال لي فين سميتك قلت لهم وداني هما يدخلون عند واحد الطبيب بدا يسأل في الأسئلة ماشي امتحان لا غير الأسئلة عندك واش فيك هادي واش عندك شي حاجة وعندك هذا واش عندك شي سحور واش عندك هذا ولا عندك شي حاجة شوف واش مثقف أنا مثقف واش مثقف ماشي مثقف القراية مثقف الأخرى واش هاديك فهمتي وسقتاني على خاوي دفعني واحدة أخرى ويدخلني ويقول لي ريح فوق الكرسي وقال تاخذ معني المعلومات وتخشي قد الماكينه بحال المره طق 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 ويخرج لي هذه الورقه قلت لي هذه الورقه خليها باش المره الجايه ملي غدعوك من 3 شهور الا ما متناش هاي قال لك هيا تعطيها لهم يعرفوك غير بهذا الشيء شتي هذا الشيء سبحان الله قال لك غير بهذه يعرفوني شكون انايا قال لك صافي هذا هيا طالع لي ودوزنا شويه كنت بلا هنا كنت شويه بحال عيان يعني وكذا جيت هنا غادي نسمح لي باش يلا نفيق راسي بيديا نفيق راسي بيديا اي صحتكم شربت هذا ما باش نشوف الدم لا ما نشوف الروزي فكنا كنا هنا ومشينا عملنا الطلق ونتمناو المغربيين هو اللي قال لك في واحد المدينه اللي يقولها تازه قال لك جاوا القحبه القايد والباشا وداك الشيء دخلوا هما الاولين ما احترموا لا قوانين لا والو ومازال هما خصهمش يكونوا ايوا خصهم واخا يكونوا هما من الواجهه خصهم يتسناو نوبتهم داك الشيء راه عندهم في المغرب حتى هما داروا هاد الماكينه ولكن في المغرب يجيو خشيب بوف ما يسقسيك لا والو فهمتي كيفاش قضية؟ إيوا أنت تشوف بعد درناها فهمتي، قلت لك شي منظم طاف عارف شحال واحد جا طاف، ومين تقول لي برا قال لي ريح، ما عليك فين تمشي، قلت لك شنو؟ قال لك تسنى ربع ساعة، بقيت في ربع ساعة وأنا خدم درتها في ودني بقيت نتسنط، ربع ساعة داني الناس، وهي تجي قال لي واش أنت بخير؟ قلت لها الحمد لله، ما قلت لها بالعربية، قال لي دابا نوض قول بحياتك، هي هذيك. بقيت ملي تقول خصك تريح في المغرب يجرو عليك مشي عند السكيورتي
يقولوا جيتي معك شي ماكله ما بحال داك هذاك اسمو داك السبيطار اللي تيقتلوا فيه الملوك ابن سينا اللي كاين ديك الدوله اللي كربط عليه قالك واحد شتي ربطينا ونحير هذا كلشي انت هي وجات العيد حتى البيضاويين لما خسر والو انا ماشي عنصري هنا غير عنصر على كريف ندي ديك اللي قال واحد السيده واحد السيده خوها خوها داو تما داو صحيح حلو حلو هو المستشفى عندنا المغرب خصك تمشي ليه صحيح اما مشيتي ميت ما عندهم يديروا معك ملي ما 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 ما, ما كاينش فيه ما فيكش ربح جيتي ميت ما واش غيديروا بك ايوا السيد دار تما ايوا كما على قاعده راه الفلوس راه خلص متخلص هنا السبيطار ديال الحكومه تتخلص فيه ما عليهش خلص يا ما خلص وديك واحد الدوها هي الاخت ديال الماكله المرات ديك الماكله الام ديالها دير لي الماكله هو السيد مريض خصهم يعطوها شي حاجه صغيره باش على شي يوغورت ولا شي فرماج هذيك ديال ديك اللي كيقول لها فاشكيري شي حاجه سهله باش يلاه ولا شي جي يشربوا صافي ملي يدير الماكله اش يدير تعطوها السكريتي ولا القحبه السكريتي هذا دوز جوج سيمانات قبل القحبه تنفخ غير الماكله ها هو السيد من بعد قال لهم حكرا راه فلان مات ها فلان مات وكيفاش مات يقتل دونه ما وين مشاو العائلة باش يهزو حوايجو لقاو داك الصابو ديال الحشرة ولي صابو داك ديال داك الكلوك ديال الميكا اللي فيه بحمار صفر معيقين تلبسهم الفرمليات وتلبسهم دوك الشفة ديال البخ هذوك راسو شاف ولابسو جلي خانزي ما علاش هذوك شوفو لقاو الطبيب ولد القحبة لابسهم ايوا شوف دابا نتايا دابا كورونا السيد قالو هما مات بكورونا هو لابس لي الصباط ديالو الصابو لابس لي الصابو ديالو ايوا هادشي كون كان هناك وداك الشيء فيه يتحرق انسينايتا فهمتي يتحرق ما قال لا في المغرب هذا هنا بعدا هنا كيما قلت لكم ديك السيمانه الجايه قلت لكم بان الواحد مي في السبيطارات ملي تمشي في كورونا وتموت هذاك الفراش كله دوك لي زهرات ودوك بيلو كيس داك الشيء كلشي هذوك المسالة ديال المسالة ماشي الوسادة الخالية هذاك يقول لك هذاك فيلم هذاك الوسادة الخالية تعقلوا عليه دوزو في موريتانيا وفي لوبيرا وفيك السينما الأخرى لوكس هذا معروفين بذوك المصريين ما عليناش الوسادة الخالية والوسادة هي هي تكون خالية لأن ما داك اللي كان يتكى عليها مات إوا تيحرقوهم هنايا وفي المغرب تيجي نتا يجي يدخلوك وتطريح باش التقن يخدم لك تولي فيك كورونا بزز بحال هكا داك اللي تيدير الكليات المغرب خرجوه البارح خرج هو تا هو تيتمقلع شدوه في طنجة طافطا قول له بغينا نعملو قول هذا سير على 24 ساعة ولا شحال من ساعة ورجع لينا اش دار هو واحد مازال مركب داك التران هذاك البراق ولا البراق ولا شنو هذاك ايوا ركب واحد مشى عندو واحد عندو مراه مغربية تما عندو ثلاثة العيال تبارك الله عليه صلاه النبي ايوا مشى مسكين خصو الى بدي يبدل الزيت مشى بات عندها هذا نعس طاف وعاوتاني شد البروق ولا البوراق اش تقول لك كترن عاوتاني رجع طاف هذا هما يعطيو رزيدا لقاو فيه كورونا مشكلة هادي ايوا قال لي فين كنتي قال لي وقت عندنا هذا قال لي لقف شدوا لك فالكو اللي طلع داك الكاميون اللي عندهم ما جاش شدوه جابوا لك مولين دوك تيبيعوا المبارك القرابه رشوه فيه غلفوه بالك الميكا غلفوه ديال كلشي بالميكا وداو حطوه في لافوري هنا ما عليناش هو هزوه في الطوموبيله هزوه حتى للدار البيضاء مشاو هزوه لمرتو وولدو وداهم للترامش صوفي ولا مولاي يوسف ولا شي حاجه سميتها الصوفي هو مولاي ياسر ياك ولا داهم تما قال لهم ويلكم تو موروكو ايوا دوزو الا هي ديك اخرى عايشه في المغرب كاين لا ويلكم لا والو هو هذاك ياو بيخدم في الكارطة الماكله جايه من برا وهذا وفي دوار ايوا دوز جوج سيمانات ايوا من لحق طنجة عاود ثاني قال لي لحق ما كاين لا والو قال لهم مشي على فرنسا قال لي سير على ما بغيتي فرنسا تاهي مسدودة ايوا مزيان دابا هو كاع داك الربح اللي ربح في العام كله هو اللي يطبو غير في المغرب داكشي المغرب اللي بغا الكوال بحالو يدخلو ويتصيدو وبدا يطبو فلوسو في المغرب ايوا الانسان اللي ما تيعشمش هو يجي يطب فلوسو هنايا انا جيتي باش تاكل وتشرب وهذا وتبرع وانت غادي تقتل راسك بالجوع الجوع باش تمشي للمغرب تبان عليهم راه جيت من الخارج هو بزاف اللي جيتي من الخارج دابا ولا غير هنايا غير هنا نشوفك بلا ما خارج بلا ما نمشي عندك كاع ماشي بحال بكري كانوا دوك البرابير الشلوح اللي كانوا يمشيو للرونو ويمشيو لليمين
يا كان هاد الكوجي تيجيو اسمها في كاين ديك العاليه هذيك اسمها ماشي العاليه ديال اكادير لا ديال المحمدي ديك لا توري في من ابن فيردون لسيبس هو اللي بنا قلال دو سويزان 1889 قراوني في الجغرافيا هذاك لا توري في سي تيمشيو تما كاين دوك الصور تيجيوهم دوك البوكسورات شعرهم شحب هو تيجيو المغرب يتصوروا معاه ولا يديروا طق 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 صور بعدين تصوير ماشي في 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 الاخر ديال في الاولى الستينات كيديروا المغاربه كان الكوان من ديك الساعه ما عليناش فاش لحقنا لحقنا لا توري فيل اش نديرو في لا توري فيل اش نرجعو لبلاصتنا هذا تكلمنا على ايوا دابا دوك الدريات اللي كانوا اتصلوا مع داك الدري على الكاميو ايوا خصكم تمشيو تعملوا التيست اللي نتوما لصقتوه فيه مدي عطينا دوك السيكان دي الخويا دي مرت خويا دي الولدي دي هذا ولدك مني ولدك علاش ما جيبيش معك ولا مع الراجل الاول ما عليناش ماني عارف فاش حقنا دوزنا الصابو دوزنا دابا شي هادي اللي هادي هادي اللي هادي هادي اللي مقوده في عندنا في المغرب هادي هادي جمعويه ولا شناهي ولا ثلاثيه ولا ماشي مهم هذه كاع عندها واحد لا فونداسيون عندها واحد لا فونداسيون طف 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 الاولى هي هذا العمل الخيري شي الاخر باش يقراو الدراري الدراري الصغار شوفوا لي بريسكولير شويه يدخلوا واحد الاكاديمي يديروا تقول ودابو يرجعوها مدرسه يقراو فيها عباد الله وكانوا لك المعلمات تيقراو تما هذه اسماء اهلي الفاطمه هذه اهلي فاطمه لاباس ديال الحقاره كانوا يخدموا ب 4000 في الشهر 4000 درهم هي 400 بون ايوا قلت لهم انا غادي نعطيكم 1400 بدل لهم كل واحد نعطيهم 1400 ايوا تصور دابا هذه ماشي حقاره استعملت فلوس المخزن باش خلقت لا فونداسيون دوني رجعتها لاكاديمي دار هذا دخلوا ودابا تحرق على وفينا هو المفتي شوف فينا هما الحقوقيين لان هذه عندها شي واحد باللغه العربيه ينكحوها ولا يزلطيطوها يزلطيطوها كاينه في العربيه يزلطيطو مانيش ايوا دابا هذه مني حقرات على عباد الله فهمتي وسمعتيني سمعتيني اهلي الفاطمه قول لي غادي نمشي نجي عندك الانجليز ودعي لي حط قولي انت ولا الانجليز فاك يو ايوا بعدا قلنا لكم نترحموا على هذا السيد هذا اليوم في الاخبار تاع السرطان هذا كان كابيتان ديال الارمي في الحرب العالميه الثانيه ايوا مسكين في هذا العام اللي بدا هادشي ديال المرض الوباء اش دار ما دار قال عندك تعطيك الكروسه تمشي بها هكا يدفع باش يتمشى قال لي بغيت نبقى ندور على داري حتى باش نجمع الفلوس يبقى يدور نهار نهار ما شحال من الكيلومتر يدير يدور 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 يعني ديك الساعه الوقت 98 فهمتوا مات عنده 800 مسكين ما كان معولي يجمع 1000 بوند ولا مرات هذا صدق جمع مليون صدق ثاني تجمع 33 مليون أقول 34 مليون يجمع يجمع الناشونال هذا شو ديال السبيطار ماشي وزارة الصحة وزارة الصحة تاعك وكان في المغرب خلوهم هما الأول قال لي دخلوا كاع الشبكات لا جمعوا على هذو الممرضات وهذا باش يعاونوا الناشونال 34 مليون ديال البان بالبان ماشي بالفرنك ولا السنتيم جمع ودار أغنية مع واحد المغني يقول لي مايكل بول دار أغنية وخذ نمبر 1 مع كريسمس مع نوال ساعة مات اليوم مسكين مات اليوم جاتو هذيك اسمها ليمونيو شنو يقول لها انتم الريا المرأة غادي يلصقوا لي كورونا باش ينفخوا لي شيفر لي شيف مات مسكين رحمه الله كل 100 عام ومشى والملكة قالت لي رجعتو سير والعسكر طلعوا في كراد كولونيل ودازو دوك الطيارات دازو فوق دار هو ما كنتوش يدير لهم مات اليوم الله يرحمو كيما مشاو عباد الله مانيش علاش راني نرجعو تكلمنا على هاد المرا هادي واش مرا ولا شناهي ولا حقاره اهليل فاطمه
تاع الفونداسيون دو مال سكولير مال بري سكولير ايوا حقرات على الناس عباد الله الناس يسوفريو وهي بتلقى قال لهم لا لو تخدموا عندي غادي نعطيكم 1400 شتي هادشي اللي وقع في الغرب كفينا هما النقابيين والنقابيون ولا الشفاره كما تقولوا عندهم بالعربيه وفينا ولكن انسبكتور تراب وفينا تعدوا تعدوا على الاخر يقول حقا اسمو لك اش يقولوا لي تلمستوا بالمؤسسه سيدي حنا ما تلمستوا لا بمؤسسه ولا بمؤسستين هما اللي تمسوا راسهم بكرهم اللي كو كانوا يخدموا فهمتي تا واحد ما يمسهم لكن بانتهم مخلين السيبه هاد المهم التاكسيات فهاد الهراويين فيش الهراويين تشيشينيا في الهراويين قال لك هذيك دوك شلك مول التاكسيات دايرين ليد مع الجدرميه الجدرميه يديروا اللي بغاو معاهم هادو هما التاكسيات وهذاك داك ديال النقابه ديال عبد القادر شموش عبد القادر شموش تحيه لك من هذا المنبر يا ولد القحبة يا الشفار اه وعبد الواحد ومراد هادو ثلاثه هادو النقابين هادو الشوب ستيور هادو دايرين ليد معاه والاخرين تيخطفوا في عباد الله في الفلوس التاكسيات تمشي عامره عامره والحكومه قالت لهم خصكم تنقصوا من لي باساجي باش ما تنتشروش هاد المرض هذا ايوا وهذوك النقابين هذوك بلا النقابين تا 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 شوف فيها شوف فيها كوني بعينك نعاود الله عليك فهاد شنو هو اليوم ثلاث حب 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 ما كناش هنايا ما كناش ويلي بينا قلنا ناخذوا شويه الاستراحه كنا نتصنتوا لك اسمو ذاك المغني نات كينغ كول وإلفيس وني وسجلناها وسيطان علينا هذا في الهراويين الدرك الملكي ديال ديك الناحيه الهراويين والهراويين في قال لهم اللي قسموا لك بالخياط الوزير ديال الرياضه قال لهم غادي نحيدوا ستاد دونور باش يبقى القحبه يبيعوا ويدير الفلوس وقال لهم ندير لكم ملعب ديال المعايير الدوليه ما سقنا لا معايير لا والو لا قال لهم نديروا التراني يلعب حتى تما في الهراويين على الاخر خدنا الهراوه حاشاك الهراوه بحال هذه شتي هي البيسبول بات هاي فينا يشتيها تشوفوا لازم تشوفوا تبوا هاي يشتيها هادشي اللي خدنا من عندهم هو داك القجع ديك الطبقه الشفاره قال لك حق قال لك ابرون مات شكون اللي مات الدري ولا البو ولا مات الله يرحمه مسكين بعدا كان مهلي في تطوان شي ايام دابا هذا عبد القادر شموش وعبد الواحد ومورال هادو هاد النقابيين الشوب ستيور ديال التاكسيات ديال الهواريين هادوك ودوك الدرك الملكي حشومه عليكم تنشروا المد خدموا القانون خدموا اعطيهم الاختيارات حيدوا لهم انت ويلي دابا مي تقول لي حاجه تقول الفساد ايوا الفساد شكون اللي خلقوه اللي خلقوه انا ودوك غنبقى تسناو فيا نكتب لكم برا نقول لكم حاجه سمحوا لي لا ما تقولش غير سمحوا لي انتم خصكم تقولوا لي اسمع انا نسمح لكم لي ايوا وشوف انت يا الطاكسي تاع الدار البيضاء اش ديري قال واحد عيش تكلم على الدار البيضاء وف مكناس وفاس واكادير وطنجة وديك سلا في الطاكسي اللي ما فيها والو فيها الفلوك باش تقطع خصك تقطع الفلوك عندك في الطاكسي هذيك تاهي واش فيها تاهي ما كاينش لان هادو الامن اللي مكلف بهادشي ما تيقومش خدمته ولا قام بها تيغمض عينو تياخذ رشوه وتيسكت علاش لان دوك النقابه ولا اللوب اللي عندنا دوك الشفاره اللي عندنا في البرلمان هادو كلهم مشرين علاش يستعملوهم وقت الانتخابات وقت الانتخابات تلقى معلق صوتوا على هاد الكلب ولا صوتوا على هاد الحمار فهمتي هو دابا مين دابا هادو وش عباد الله الميريكان قال لك بان الصحراء ديالنا وحنا قال ما حتاجوش الميريكان يقول لها كون احنا ما قلناش الميريكان هو احنا كون ما اعترفناش بالميريكان الميريكان ما يقدرش يعترف بينا لما يكونش كون باقا الانجليز غادي يدق تما معليش فلهذا قال لك كي انفصاليين واش من انفصاليين ها هذيك الله ودود انتم مخلقين لي هذه الجمعيات تيقولوا لعباد الله انت انفصالي وتدوا المحكمه وتقول القحبه القاضي اللي بارك تما زعما كاين خصك تعرفوا عقلو بان الصحراء راه معاها والو ما غاتمشي فيها والو تقول لي انت انفصالي والاخر يقول لي انا ماشي انفصالي انت تقول لي انت انفصالي دابا تيجي هاد السياسه كانت ديرها في هذا تيديروها المخابرات
باش يجستيفيو بانهم راه خدامين ليل نهار حاضرين الامن ديال المغرب. واش حاضر راه كاين داك محمد السادس السما هذاك اللي دور حدا 100 دوله وانت لاعس فهمتي. ايوا دابا هذا دابا هاد الجمعيات تيخلقوا مع شي جهه معينه تيخلقوا الانفصاليين في المغرب. هذا انفصالي كان يتعامل مع الانفصاليين. واش عباد الله دولة قداش فيها على ما قد ديك سمير الدولي 50 مليون ورجعت 40 مليون عاوتاني شويه رجعت 9 مليون وغادي نخافوا من 45 الف ل 40 الف ديال المرتزقه. هو دابا هذا فاش نقول انا انفصال اش بالانفصال ايوا سير تقول واش تقول الجزائر الجزائر ما عندها ما كاين لا دوله غير العسكر هذاك الطبون راه هربان عاوتاني ما عارفينوش فين كاين. ايوا هذه دوله هذه واخا دير معاهم نيغوسيشن الحوار ما كاينش رئيس اما راه هربان اما راه قتلوه ولا هذا وعاد ما عاد تحاسب مع العسكر في القشله. ها ايوا والشعب الجزائري الشقيق تيسوفري لانهم هذوك العسكر كاتبين عليهم تقول لهم حنا انا عادو وانا الجزائري قال كل نهار تيعيطوا لي كانوا عادو كانوا جاو عندي يشربوا معايا شي كاس كاين واحد هما جاو من الطبقه ديال سمو ديال بومديان كلهم سلموا غبقوا عليهم تما كاع وقال لهم سيروا ديروا الفضيح في اوروبا. ايوا بدا يعملوا التيروريزم صعقدوا عليهم فرنسا ما كانش 20 عام 30 عام معليش ارجعوا فين كنا كنا في المغرب والانفصاليين تيرجعونا انفصاليين دابا بحال هنايا نرجعوني انفصالي. قال لي واحد خاص تكون يوتيوبر ديال المغاربه. قلنا لك اسيدي انا ما عنديش شي علاقه مع حتى شي واحد المغاربه كلهم تنحييهم لهنا تشيرز هايا الله هزو كيسالكم ونقولوا تشيرز كل اول توغيذر انا وكيلي انا نتكلم على الدار البيضاء وتا هما عندهم الحق يديروا الصور يديروا اللي عجبهم غير ما يجيوش يصدعوني في الدار البيضاء ما حنا ما قلنا لهم حتى شي حاجه فهمتي. الا بغى يجيو للدار البيضاء يتسالوا التوريس يزمع الكاميرا يبان بحال شي عروبي واخا اما شي حاجه اخرى الثقه اخويا الثقه صافي الثقه بارك داكشي اللي فينا الله عليك الكلمه اللي داكشي اللي فينا كفينا فهمتي كيفاش. ما عندي حتى شي حاجه مع المغرب خص تكون انت يوتيوبر ديال المغرب وراه حنا قلنا لكم راه حنا والو راه المغاربه ما عندي معني معاهم حتى شي علاقه باقي غير الاحترام واللي بغى يسب اللي بغى يدير شي حاجه يقول اللي بغى واللي بغى يقول راني تسطيت ايوا انت دير ممكن تلحق 70 وتشد ديك البراء ديال كوفيد وقول لي واش باقي بعقلك ايوا شتي دابا انا هنا تقول اش انا كيفاش تقول انت قال لك التنقل هما اللي بيسحبوا لنا في شي جامعه تلعب المحاضره المحاضره وكذا ماشي في الجامعه انا فين انا هنايا انا هاي ها انت واش تقول انا فين ها راني ما هربش ما ستر عليكم والو انا يوميا راني تلقاوني هنايا فهمتي ايه واش بغيتو راك عارفين فين كاين ولكن الحمد لله ما تقدروش تسافروا تخرجوا على الزون يشدوكم ولا انا نشكم بكم فهمتي الحمد لله انا قالوا يجيو يشوفوني واش انا وليت سيد باش يجي تشوفوني راكم تشوفوني يوميا قال لي لك اسمو الوداد فكرني في الدجاج وبنزاكور كان ضريف هذا شفتو المره الاخرى قال لكم قلنا كان قاطع من حدا جيمي مول الصباط قاطع الجهه الاخرى بحال غادي لاشوب قاطع لا ايوا قلت لي اش دير قال لي اجي هذا هو يرجع هذاك بنزاكور قال الله يدعو ودوك هذاك عز الدين واش هذاك عز الدين اللي كان ساكن في ديك الطلعه ديال جوج مارس قبل ما تلحق هذاك الجامع فات الصف ديال دار الفقراء هذاك جوج مارس كان ساكن تما اذا كان هو كان يقرا معايا هذاك ولكن ما كانش كان يلعب مع الوقت في الصغر ملي كنا نمشي مع الباك ما كانش وذاك مصطفى الحطاب راه ولد من الزنقه ديال المقاطعه السادسه في لو ديبي ديال الزنقه بني مقيل مصطفى الحطاب ساعه قالوا ما نعرف هو كان اجونس لاجونس ديال الرويال في لندن وكان هو اللي كان حاضر في ملي كان الحسن الثاني جا هنايا وعطاني دول فرنسا وفرنسا قال لك حقها ما نعرف قال لك قتل راسه ولا ما عرفتش شكون
وي كما مصطفى الحطاب هذا اسمه كيقرا معك مولاي عبد الله على هو وكان ولد الدرب مصطفى الحطاب حتى هو كيلعب في الوشيه ماشي في الفوق ديالي انايا ملي خرج ملي كنا عقلنا البرادعي ولد الدرب فقارة الكل مريح في القهوه ديال شارع الفيده اللي مقابل مع البوسطه هذاك البرادعي واسمو الدجاج وداك الاخر اللي مشى للجديده ما فيه مشى داك الدري الكحل هذاك تا هو شكون هو هذاك العلوي كان ديما يلبس واحد السوفيت مجمع مع الامريكان يمشيو للالعاب الاولمبيه ديال 68 ما عرفتش للمكسيكو وكذا يعني ولا وداك الشيء نتفرج بهم عطيت التيره ديالنا فين كان ريد دو بروكسل اللور ديال محمد الخامس في الشوكه كاين هذيك ليكول ديال ريد بروكسل هذيك ريد بروكسل هذيك وكان هو كان يترينو تما وكان ديما تمشي معاه وانا ملي كان يلعبو في التيران اللي جاري في الزرقتوني اون فاس مع ليسي دي جون في دابا يقولوا لي الخنسة ولا شي حاجه ما عرفت داك الليسي كاين تما عرفتي في زرع الزرقتوني تما كان واحد الارضيه في واحد التيار اللي يلعبوا فيه تما كنا لحد مع الصباح تلقاني تما مع الوداد مشى كلشي جاو العروبية قودوها فهمتي هاك واحد جاي تقول عروبية نتا عروبي مكركي انا ما كذبتش ولكن انا ميت زاد في الدار البيضاء بلي ايميغري اللي جا من السعيدات هو مو ديك الطبقة اللهم يجوا للدار البيضاء ولي قتلوهم تما لانهم شكوا فيهم ما نعرف علاش فلهذا دابا ناري قودنا يلا وراك وعاود الكرك تصدع لي كري جيب لي المشاكل ديو من سمو الناريمون نشوف واش كتبوا الطلبة حتى كتبوا لي ديما كتبوا لي صيفطوا لي التصاور ديال المارشي سونترال صيفطوا لي التصاور الناس مهلين فيا ولا مهلي في كري صيفطوا لي عاوتاني فينا وهنا شنو هادي سمو فيها هادي هي كاع حق هادوك لي بيلوت شنو هادي راهي قال لك رئيس الحكومة يدافع على الطاجين المغربي ويرفض سرقة المنتجات الوطنية ايوا الا ما عملتيش ريجيستر مارك ديبوزي اي واحد يديرو ايوا كي نتوما لا تبقى تسقرمو انت ايوا انت يمكن كنا قالو الكسكس تاع اليونيسكو الكسكس داروها بلا شو هنايا انا الدراري الناس مريحين في الصالون لا بيت الناس يتفرجوا فيها ولا شو اللي فراشه في اخر ايام ما عليناش اش كتبينا عاوتاني فينا هي دوزنا نشوف الطلبه قال لك الطاكسي ولا القحاب هما كاتبين انا ما قلتهاش الطاكسيات ولا القحاب هما بلاش اش كاتبين لهم في الهراوين شتي في الهراوين ويجيبوا لهم التبرقيقه ايوا راه معروفين الشكامه ما عليناش ولكن حنا خصنا الشكامه ايوا هذه قال لك مهاجره مغربيه ما كتبكي في طنجه شرا الدار قالت لك اول موقع اخباري اش من اخبار المغرب انا واحد مواطنه اسمع في فرنسا افينيون جيت من هنايا في 2018 في شهر 8 وفين جيتي؟ شريت واحد بارتمان بالضبط باطيمة ديال الشرفة كيقولوا ناري قوتيها ناري 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 عندك شي شرفة اللي شريت منه اسمه ياسين مولد القحبة ما عليناش شريت منه المهم تفاهمنا على 65 مليون شحال ديال النوار؟ من بعد قولي النوار المهم في الاول عطيتو الشيك شيك نوار قال لي شيك نوار ديت لو فيرما ب 8 ديال المليون ونص من بعد شتي كل مره كيعيط لي كيقول لي اجي راه حنايا غنديروا الوراق الدوسي ديالك عند النوتير كنجبر ما كنعطيه انا عطيتو من بعد مور هيدا عطيتو 18 ايوا علاش عطيه على الفلوس غنكمل لك عند النوتير علاش عطيه عند النوتير كنجبر كاين لا دوسي لا حتى حاجه ايوا قول بك رجعت عندو قلت له سياسي راه ما جبرت لا اسمو ياسين القحبه
قال لي لا راه حنايا كنا بقى كيتلعب في الهضره. قال لك اسيدي الناس اللي عملت معاهم باش غايجيو يتجمعوا باش يجمعوكم شي ثلاثه ولا شي خمسه عاد نسلموا لكم السوارت. هاي 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 ما كاينينش، جيتي غير نتينا. قلت له انا صافي عطيني السارود ديالي، انا نمشي نكتب وعطيني السارود ديالي. يلا غتمشي تكتب معايا باش نكمل لك الفلوس وتعطيني السارود ديالك. قال لي لا ما نقدرش نسلم لك انا السكنه بوحدك وندير عليك كونساي. قلت له شنو المعمول؟ قال لك اسيدي تصبر معانا وديك الساعه انا منين يتجمعوا واجي نكملوا، المهم تعطي السكنه ديالك. صافي مشيت سمحت ومشيت. من بعد رجعت في 2020 شهر 12 رجعت. قال عيط لي قال لك اسيدي معايا. انا كنت كنعيط له دائما كنبقى قلت له انا خصني السكنه ديالي ما يمكنش غنبقى. ايوا في تكوني في فرنسا ولا في المغرب؟ قال لي سيدي ما يكون غير خاطرك هود، رانا حنايا جاو شي خمسه دندق ديك الساعه. وقال لي مابقاش ثلاثه الدوسي ديالك عند النوطور، ما الدوسي ديال النوطور مابقاش نوطير. ملي كملت له الفلوس مشينا انا وخير، لحقاش انا خاي كيبقى يمشي عنده كيصدع. مشينا النوطير كنجبر ما كاين والو. ملي رجعت عنده قال لي لا والناس ما جاونيش مع هذا، شتي كنبدا المارت ديك الساعه ما جاونيش. قلت له ياسين دابا انت عيطتي لي باش دير معايا الوراق، هذه جوج مرات انت كتضحك عليا ودابا ما يديتي الفلوس كتضحك لي عليا. قال لي وانا ما قلتلكش اجي باش نعطيك الدار، اجي باش نحويك، اجي كمل الفلوس. وشنو اجي كتش الفلوس بلا دار. بقى كيتماطل عليا هكاك. رجعت فحالي واش يعني النوتير؟ اش داك عن شي نوتير؟ ماشي نوتير، فوتير إلتر دالي كلشي. كنتي تمشي نتيا عند النوتير ديالك، نتيا اختاري النوتير ديالك هو اللي يوقف لك بالمصالح ديالك. اش تمشي عند دينمو نتيا ديري النوتير وديري المحامي وباراكم تلقاو تعيشوا في فرنسا كي الكلاب حاشاكم. قولوها وعيدوها وانت باقي متحمل المسؤوليه، تصدعوا عليك روحوا تقاولوا روحوا. الاخوان انا غادي بلادي انا غادي ما تنساوش تبركوا وركوا عاود كركوا. اولا ما تنساوش تشاركوا في القناه، ابوني سبسكرايب شير بارطاجي، فرقوا بعضياتكم، عمل لايك وعمل ديسلايك وعمل ديك ام ودير اللي عجبك يا الحمار. ما عليناش والو، عندكم الصفاره باش تجمعوا اليوم نقولوا عاوتاني قولوها باش تجمعوا قلاويكم تقولوا عليا. Your last order at the bar please, your last order. نعم قال لي واحد عيش يقول لهم last order، واش نقول لهم؟ صافي جاو شربوا خليهم فلوسهم يمشي يقولوا. واش بغيت نديرو شحال نوقف حنايا شادين لي الكل؟ انا كون ندير الثقة في هاد المروكي نقدر نمشي ونخلي المروكي معاهم، ولكن المروكي دغيا يبدا يبيع عشري فيا وندير لك منطقش به. اي واحد يخدم على المخابرات منطقش به. لا انا نقول لك، انا نقول لك ماشي غير هاد المخابر ديال المغرب، اي مخابر في اي دوله على الاخر تيقلبك ولا تلقى راسك ميت ولا تدعوهم مع شي مع الشرك. سمعتي؟ انا ماشي توقيف ملي كيفاش غايب غير حنايا تنقولو هادي. دابا نتوما ما خاسرين والو، نقلو هادي حيدو كازابلانكا ودير بلي ملال ولا خريبكا نتوما حما منعكم. اما باش تقول لي انتيا انا ما خصني نكون اليوتيوبر ديال المغاربه، الا بغيتو خويا انا معاكم، ولكن كتبوا سميتكم بدلو حيدو هادي وديرو خريبكا ولا ديرو فقي بن صالح ولا ديرو بحال هكا اسمهم دوك المغاربه اللي حصلوا في الطاليان تيخونوا الغنم. شتي هادي علاش هادو جاو من الناحيه اللي هي الغنم هادو فقي بن صالح كلهم جاو من الباديه يوم يعرفوا ما يسرقوا ماشي من هنا وحصلوهم تيخونوا الغنم في الطاليان ديك الدوله ديال بارلا ايطاليانا. ايوا هادو بلي عمك ماشي بيضاويين، بيضاويين ما يعرفش يخون الحولي. ايوا هادو الفقي بن صالح حصلوهم تيخونوا الحواله. ايوا شتي شي 20 مليون ديال الاله. شكون اللي قالها ليا؟ قالوها ليا هاد الناس هما هما اللي وصلوا ليا انا. ولكن واش ندخل ماشي ديال الجاليه؟ الجاليه عمو بحرام دي. حنا اللي تهمنا هي القنصليه ديالنا حنايا اللي كاينه بادينغتون هادي كي تهمنا، اما باقي عمو بحرهم نتوما عمو بحركم معاهم. الا كان يجي معطلين قول يجي معطل، كتبوا احتجوا صوروه دي لكم الحق. لا لكم الحق. حنا الحمد لله هادو
هادو اللي حنا اللي معلو اللي عندنا هنا مزيانين، هو اللي تيقودا معاهم هما هادو اللي جاو من اسبانيا وجاو من الطليان. المغاربه هادو اللي كانوا مقهورين في اسبانيا والطليان جاو الانجليز لقاوها سهله لان عندهم الاوراق عندهم داك الباسبور وجاو. اي هما اللي قلت لهم تي داسرين زعما ما عرفوش شنو هي الانجليز. انا قوم واحد جيت تشكو منهم صحاب السفاره قالوا لي الناس يعني قالك عندي معاهم هادشي هو اللي هذا هو اللي قلنا لهم حنايا هذه اللي نوجه الرساله للمغاربه ديال انحاء العالم هو لا خدموا ولا قولوا سهله خدموا ولا قولوا. حنا تنقولوها حنا لقنا شي حاجه فاسده راه تنقولوها فاسد بحال دابا المهم التاكسيات اللي تيشارجيو هاد اللي تيخالفوا القانون هادو ماشي فاسدين. شكون اللي غادي يحيد الفساد؟ الامن، والامن اللي ماشي شغلو هي اداره الامن كلها فاسده. ايوا اللي يقول لي لا يمكن خصنا نسيطروا برا الحموشي ونسيطروا برا البني النبوي ايوا والرسولي والامامي بقى حنا نسيطروا برا واد ايوا كل واحد عنده الحريه يسيطر برا اللي بغا فهمتي. ولكن لا اذا كانوا فاسدين خصك تقولهم بانهم فاسدين ولكن علاش تصدر لان عطيهم الحجه علاش فين وقع الفساد والمسؤول شكون هو هم. انا الناس يقول لي خصك لوم الملك اش انا نلوم الملك اللوم هادو اللي جو عندنا وعطانا 200 درهم وصوتنا عليهم هادو اللي خصنا نلومو الا ما قاموش بالشغل اللي بغينا حنايا ايوا حيدو ونجيبو واحد اخرين هما يديروا بحالهم وثاني نضرو فيهم ايوا ايوا اش راح نقول الملك هالو نتوما الفراشه ومالين الكراس وهذا نتوما ومالين التاكسي نتوما تحل صوت على الحكومه هاد الحكومه اللي ينكحوكم معنويا وماديا وزكيا وما كيفاش تقولوا نتوما هالو هما الفساد. ما تقولش لي حقا ولا سيدي انايا هذاك السلطان انا نعرفو بين الله سلطو علينا غادي يبقى في ديك البلاصه ديال المتنايا ولا اما انتوما اللي باغي تخدموا معاه الا كان هو ما خدامش مزيان علاش تخدم معاه على الاقل تخدمي ولكن تجيو تخدموا معاه لانها فيها التشفيره فيها تشفاط يا ولاد القحاب هادشي علاش. اما دوك المغاربه يقول لا راه السبب هو السلطان لا 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 لا, لا. السلطان ما جاش يحكم علينا حازق هادو اللي جاو حكموا علينا حازقين هادو ولاد القحاب هاد ابناء العاهرات اللي غادي فهمتي كيفاش القضيه. يلا ladies and gentlemen finish your drink and piss off تصدعوا لي كاري الله يرحم بيا والدي فاكين نفس الهضره نفس الديس كل ليله تيجروا لي لساني تنصدق انت معاه اللي تيسخن لي الدم تيطلع لي الدم ماشي يطلع لي الدم تيطلع لي مال الطانسيون تلقى قف مرك قف شنو بغيت شويه شربه بارده انا رحت قود في الشربه البارده هذا اسمه الروزي ها هو شتيه شو بدي كاس ايوا قلت بغيت كاس ما تقولش يعطيني كاس ديال الشربه البارده انا ندير ما فهمكش شنو ديال الشربه البارده صاحبي عند السي حسن نمشي نشري كاس من عنده دخل السي حسن وسي خلطي ودوك يدوز الكرز شربه بارده حلو ولدينا جات من البلد بعيده هي ما جات والو جات من واحد الحنف في راس الدرب تما ولد قحب يجيب الماء معاد يجي عندك مول الماء كنت والو يعطيني طاره ويلوح في ديك الغبره ودي خرجت بها الدراري يقول شعر ما بريده يعقل عليها لا ما عندكمش عندكم الماء احنا لحقنا ربع ساعه لحقنا دابا درنا بريميتا اخوان سمحوا لي اذا تعطلت هو هادشي اللي كاين ما كاين ميد قال راك عارفين ما عارفين شي ما 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 عم ما غتكلم عام والو عينا مع عينا شفر على خوه قال لك بغا يرجعوا ثاني للحكومه ايوا صوتوا عليهم راه نتوما لافوت ديالكم ايوا ايوا ماشي توخي خصني ديك سميره الدودي ما عرفينا هي ما لقيتهاش خصني نشوف عاوتاني كيما جات صحه السكرانه يلا الدراري اللي بانت لي سميره الدودي العشيه سي ايطاليا باش ناناليزي باش نضحك شي شويه خصني نضحك يا اخوان صبحوا معايا على شمعه.